شرف نصب الجندي المجهول فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد المحترم، فأهلا وسهلا بمقدم فخامته الكريم، ومرحبا بالسادة أصحاب المعالي والسعادة من السادة أعضاء مجلس النواب والوزراء والسفراء والملحقين العسكريين في العراق. أثبت حرس الشرف أستاذ. مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك الذي تحل فيه الذكرى 100 لتأسيس جيشنا العراقي الباسل. كل عام وعراقنا الحبيب وجيشنا الباسل بألف خير ونصر وسلام. يعزف بيننا الآن السلام الجمهوري. حرس الشرف السلام الجمهوري. حرس الشرف سلام كل. ندعو الآن فخامة رئيس الجمهورية المحترم بالتوجه إلى تفتيش حرس الشرف. آمر حرس الشرف لطلب الإذن من فخامة رئيس الجمهورية بتفتيش حرس الشرف. يتوجه الآن فخامة رئيس الجمهورية المحترم لوضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول في عيد الجيش العراقي الباسل. Thank you.
شهداء العراق الأبرار، نقرأ الآن سورة الفاتحة المباركة ترحما على أرواحهم الطاهرة. صدق الله العلي العظيم. يتفضل فخامة رئيس الجمهورية المحترم لتحية السادة الحاضرين. جزيل الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية وللسادة الحضور الكرام، ومسك ختام هذه المراسيم يعزف بيننا الآن السلام الجمهوري.